كابتن. كابتن ابراهيم، طبعا حضرتك منورنا في 8 ايام، اكيد شفت فرحه الجماهير عامله ازاي، التشجيع الواحد يعني يكسب ولا يلعب في البطولات، بس برضو يعني الاداء، واحنا كنا قاعدين على اعصابنا حتى امبارح في ال 120 دقيقه لحد ضربات الجزاء. تابعت المباراه دي امبارح ازاي؟ شفت في الثمان ايام اكيد حضرت النهائي الافريقي يوم 27، كان كنت في مصر، كنت في مصر، تابعت ده ازاي؟ الناس لما بتفرح جماهير النادي الاهلي مختلفه ازاي عن اي جماهير تشجع اي انديه اخرى؟ دي حقيقه استاذه سهام، انا سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وتحيات لاسره البرنامج، وتحيات البيت الكبير قناه النادي الاهلي، كابتن هاني وكابتن عادل عبد الرحمن، انا سعيد الموجود. الف مبروك، ربنا يخليك يا كابتن هاني. انا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان في العالم. اسم كبير جدا النادي الاهلي يا كابتن هاني، حضرتك مش قادر اقول لك الوصف، لان انا شفته بعناية للجماهير وهي بتتابع اللقاءات، سواء النهائي الافريقي او نهائي كاس مصر. بطولتين قويين جدا، النادي الاهلي عنده يعني كاريزما خاصه، او ازاي بيقدر يحافظ على البطولات اللي هو بيخش فيها، عنده لعيبه جاهزه، عنده اداره واعيه، عنده مجلس اداره بيقدروا يشتغلوا في هدوء وفي صمت، وده الناتج اللي احنا شفناه السنه دي في السنه الاستثنائيه، سنه الكورونا طبعا موجوده في كل حته، ولكن النادي الاهلي بشخصيته بلاعيبته بادارته بموسيمان المحظوظ اللي هو راجل دخل النادي الاهلي في فتره بسيطه زي ما كابتن عادل قال وخد بطولات، اسمه بدا يتحط في فريم مع المدربين الكبار. النادي الاهلي بيضيف لاي حد زي ما كابتن عادل قال، بيضيف للعيبه، بيضيف للمدربين، بيضيف لاي حد بيقدر يخش ويحط اسمه جوه الفريم اللي هو اندر ذا امبريله النادي الاهلي. انا سعيد ان انا شفت فرحه الجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وهي بتفرح السنه دي في فتره بسيطه قدرنا نوصل، او النادي الاهلي بكل يعني الاستاف وكل اسره النادي الاهلي وهم فرحانين، خاصه امبارح واحنا بنشوف ال 120 دقيقه كانت صعبه جدا، كانت ولاده متعسره، ولكن في النهايه حققوا كاس مصر، حققوا بطوله لجماهيرهم، فرحوا النادي الاهلي، فرحوا الجماهير، وانا سعيد ان انا يعني شفت الفرحه دي امبارح، واكيد شفتها كمان وقارنتها بانجلترا بالدوريات الكبيره او النهائيات الكبيره اللي انا بتفرج عليها وبتابعها. مش بعيد ان النادي الاهلي ان شاء الله لما يوصل لكاس العالم للانديه يبتدي يخش ويشارك وينافس ان شاء الله.